عادة منعرف أنه المسؤولين ما بيستقيلوا بسهولة، لكن أوقات المسؤولية بالتعب. وعم قول هالحكي لأنه سمعت وكأنه كريستين عم بتلوح بالاستقالة من منصبها كدلجت. وهلأ منتأكد ومنشوف ليش كريستين تعبانة. شباب بتسمعوني بس دقيقة. دقيقة أوكي. أنا رايح صوتي، أنا مريضة كتير. أنا الدلجت و I have no problem, I love you all. بس اسمعوا شغلة، وانت بتقولوا لي اعمل لكم شغله مثلا كريستين we need to talk to our families, كريستين we need this. انا I do it right away. وبدكم تصدقوني، بس بليز ما ترجعوا تسالوني كل واحد منكم حكيتي عملتي 100 مره، لانه it's taking a lot of stress out of me and it's عم ببين. وهلا الاساتذه عم بيعطوني مشكله، عم بيقولوا لي كريستين انت هلا صرتي مش مبسوطين فيكي وما بعرف شو. So just don't repeat stuff. I'm really stressed out. I love you all, but please just once. I'm doing my best for you guys. I know, بس احبكم مثل اهلي. So when I feel like something is wrong, I feel like I'm something is wrong too. No, it's just so much. Not everybody's listening. That's why. No, I know. That's why, because you guys are my family. So please. نحن كلنا family أصلاً. So ساعدوني، أنا حجرب قد ما في ساعدكم. أوكي خلص ما بعرف. أوكي بس إذا في شيء سألوني مرة and I swear أنا حعمل كل شيء. أوكي موضوع ما بده بك. أوكي مش بإيدك شغلين بس في مسج وبس. وأحلى زقفة لأحلى كيستي. قضية ليان صارت مثل ما بيقولوا على كل شفا ولسان، بعدها تحت وقع الصدمة وما قادرة تكفي بالأكاديمية من دون محمد القاق، والكل عم يقنعوها بالعكس، وما بعرف إذا رح تقتنع أو بعد. خلص مش قادرة أضل هون. كيف صرتي؟ رايقة؟ ما مش قادرة أضل هون والله، عم بحاول بس مش قادرة، عم بضحك على حالي إني قادرة مش قادرة. ليش التفكير؟ والله عم تفكر بس. قد ايه تعبتي من وصلتي لهون أنت وياه؟ كثير بس خلص. إذا هو ما زبطت معه أنت ما لازم تكملي كرماله؟ ما بدي أكمل. بس خليني أقول لك إياها بطريقة يعني أبسط من هيك، إذا شهرتي أنت ما رح تقدري تساعديه هو ينشهر؟ بلا. صح ولا لا؟ حسام أنت أنا مش قادرة أضل هون خلص. أنا آسفة، أنا آسفة للي صوتوا لي، وآسفة لبلدي، وآسفة لأهلي، وآسفة لكل الناس، بس أنا مش قادرة، أنا عن جد مش قادرة، مش قادرة أقعد آكل وهو مش هون، ولا قادرة أعمل أي إشي خلص. يعني أنت بتكبي بلدك ورا وبتنسحبي عشان الحب؟ خلص سيبي خلص. بس هو قال لي إذا بدك نكمل أنا وياكي ومخديتني جد زي ما قلتي لي قبل تطلعي، إذا بدك تكملي بالفن وبالغنى خليكي. قال لي وإحنا على الدرج. خلص أنا كل شوي كل 5 دقايق أعمل دراما مع. خلص زهقتكم وتعبت. أمها مش حتفرح بالمرة. بالمرة؟ ليش معناها بالمرة؟ جملة. أحكي لماما سوري سامحيني بس أنا مش قادرة. واصلا احنا انا وياه قبل ما نروح هي سالتني قالت لي عن جد رح تنسحبي اذا طلع؟ قلت لها اه. انصدمت بس ما حكت اشي. في الاردن كل يوم مع بعض؟ تقدرش تقعد بدل ما يعني من غير أكيد اسبوع؟ اكيد مستحيل كل يوم، دول بيكونوا متجوزين كل يوم. بس اكيد مش كل يوم اكيد يعني أكيد في عندها برضه. اهل وفي عندها يعني كل يوم بتشوفه يعني؟ خلص رح اطلع نومينيه هذا الاسبوع كم مره لانه نفسيتي ما عم تسمح لي، وانا ما ضليت عشان ارجع اطلع نومينيه، انا اذا بدي اضل عشان اوصل للفاينل، وانا بهاي النفسيه ما حاوصل محل، حاوصل بيتي واقعد بس. مش فاهمه المنطق. انا ما عادش نحكي راني معاه. ما عادش كلمها جمله. خلص. انا اصلا جاي الاكاديميه باش نخدم وباش نحاول، اوكي اذا كان هبط دمعه ولا بكيت راني بالحق من حنت متوحشه دارنا ولا طب. نبكي على حاجه مضايقتني كلنا، اما باش نوصل نبكي معناها على حاجه. جيت باش نشتغل، انا جيت باش نخدم في الاكاديميه، جيت باش نقرا، نحن مش جايبين هنا في اوتيل لانه باش نعملوا استجمام. ايوه بالضبط. يعني انت بتفتحي عيونك اصلا بتلاقي حالك بالايفر، بتغمضي عيونك بتلاقي النومينه، بتفتحي عيونك بتلاقي برايم، هكا الحياه. ليه فلسطين بدها تزعل مني؟ ليش بدها تزعل؟ ليان انت الممثله الوحيده هلا لبلدك، يعني ما في غيرك. فلسطين يعني هي لا ماشي، هي نفسيتها شخصيتها هي اللي لازم تاخذ. انا ما بدي اخذني، بدي ابطل غنى، بديش فن، خلص بدي اضل اكمل دراستي واقعد في البيت. خلص هي مش قادره يعني خلص. وبكره اعمل دراما كل 5 دقائق
هاي عم بوتركم وعم بضايق حالي خلص. ليان يمكن بحاجة لشوية رواق حتى يكون خيارها بمحله. بريك ومنتابع اليوميات.